استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله في مجلس الشندقة بدبي أصحاب الفضيلة العلماء والوعاظ والمقرئين الأجلاء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وضيوف جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء لجنة التحكيم ورئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للجائزة. وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن ترحيبه بأصحاب الفضيلة العلماء، وتبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. كما تجاذب سموه الحديث مع الضيوف حول القيم السامية التي يرمز إليها شهر رمضان المبارك وما يحمله من مضامين تحمل في طياتها التعاليم القويمة التي يحث عليها ديننا الحنيف. ونوه صاحب السمو بالدور المهم والمسؤولية الكبيرة التي يحملها أصحاب الفضيلة العلماء والوعاظ وخطباء وأئمة المساجد في الدول العربية والإسلامية وكذلك في الدول الأجنبية التي تستضيف جاليات إسلامية في إبراز مقاصد الإسلام الحقيقية وقيمه السمحاء وتأكيد عظمة الإسلام التي تتجلى في دعوته لاتباع نهج التسامح والتعايش ونشر أسباب السلام والوئام بين الناس. إلى ذلك هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم فضيلة الشيخ إبراهيم بن الأخضر بن علي القيم الفائز بجائزة الشخصية الإسلامية ضمن الدورة 25 من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم. كما هنأ سموه العشرة الأوائل في المسابقة متمنيا لهم جميعا التوفيق في خدمة كتاب الله والمساهمة في التشجيع على حفظ القرآن الكريم.